على أنغام الفرح والتواصل الجميل، نتواصل معكم من داخل بنك الدم السوداني في مبادرة لتأهيله وتقديم مجموعة من الخدمات الإنسانية لمجموعة من رجال الأعمال السودانيين. أهلا بكم. ارجع مره ثانيه نتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر مشاوير. سعيدين جدا في المساحه دي يكون معنا الاستاذ زاهر صديق وحديث حول هذه المبادره اللي بطبيعه الحال بتخدم الانسانيه والمجتمع السوداني. استاذ زاهر مرحبا بك معنا عبر شاشه قناه النيل الازرق. اليوم الحديث حول هذه المبادره الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الامين. اولا نشكر قناه النيل الازرق، دائما يعني في وقت الصعاب وقت الشده هي دائما بتكون متحركه في المبادرات الكريمه. حقيقة المبادرة بدأت بصرخة، وهي ما مبادرة واحدة، حقيقة هي عدة مبادرات. المبادرة الأولى كانت إجاء العالقين بالخارج، قريب 11800 شخص من مصر، والمبادرة الثانية إجاء العالقين من الهند اللي هو المحسرين الهندي كلهم لحد آخر محسر كان أول مبارح وصل من الهند الحمد لله، والمبادرة الثالثة برضو كانت المايقومة، والمبادرة الرابعة كانت عجلات أو ترول للمطار، والمبادرة الخامسة كانت قافلة كبيرة جدا جدا سيرت إلى أهلنا ناس ودراوة في القرى أو شرق ودراوة، قريب 5 قرى دمرت بالكامل. ونظري الأعمال مع منبر بطان الحور صينا قافلة ضخمة جدا جدا، والآن الحمد لله وبفضل الله كانت الصرخة الكبيرة والمهمة جدا جدا اللي هي إعادة وتأهيل بنك الدم. يعني الحال كان حقيقة مؤسف والحال كان محسر، لكن الحمد لله بفضل الله الآن تمت يعني أجمل بنك دم في السودان، وده أساسا الشيء المرجو من ناظر رجال الأعمال. وسوف تتوالى المبادرات إلى شعبنا المغلوب على عمره بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ زاهر. الله يديك العافية، شكرا لك. سعيدين جدا في المساحة تكون معنا الأستاذة والدكتورة ماريا ساتي مدير بنك الدم السوداني. أكيد في مجموعة من الأسئلة تتبادر في أذهان كثير من الناس حول هذه المبادرة اللي همها الأول والأساسي هي خدمة الإنسان السوداني المغلوب على أمره. مرحبا بك دكتور. حول هذه المبادرة نادي رجال الأعمال السوداني اليوم كان حاضر من خلال تأهيل وإضافة مجموعة من الخدمات لبنك الدم السوداني. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بنك الدم، ونحييكم ونشكركم على اهتمامكم بهذه المبادرة. كلمينا دكتورة حول هذه المبادرة اللي كان همها الأول هو إعادة تأهيل بنك الدم السوداني الذي يحتاج بطبيعة الحال لمجموعة من المساعدات الإنسانية من قبل كل فئات المجتمع. طيب، هو بنك الدم القومي المركزي ده بنك الدم الأساسي في السودان، وبيشرف على جميع بنوك الدم داخل وخارج ولاية الخرطوم. المبادرة نبعت من إنه المبنى كان قديم وفيه مشاكل كثيرة جدا، خصوصا في الكهرباء والتبريد، ودي حاجة أساسية بالنسبة لنا نحن عشان الأجهزة تشتغل بطريقة كويسة والتبريد بتاع الدم يكون كويس. فولدنا عبد الوهاب عبد الملك أطلق صيحة، وكان رد الفعل يعني بالنسبة لنا مبهر وسريع. ففي جهات مختلفة كانت جات عشان تتقصى الحاصل شنو وتشوف كيف تساعد. كانت معانا في الأول جمعية الشارقة من بدري، وكانت يعني احطال بسيطه بتحصل بتصلحها، لكن بقت الاحطال متركبه ومستفحله، فانطلقت الصيحه وجات المبادره من كل الجهات. يعني ما استطيع اعدد الجهات كلها، لكن يمكن الدور الاكبر كان لنادي رجال الاعمال اللي هم لملموا بعضهم، وكان في تبرعات سخيه على يعني حسب علمي من كبار رجال الأعمال، ودي أدت لدفعة كبيرة جدا في الصيانة بتاعة بنك الدم. فالصيانة شملت المباني، لأنه المباني طبعا أثرية ومتصدعة، ابتداء من السقف للجدران من ناحية المباني، التكييف، الكهرباء اتلقت فيها أعطال حقيقية،
إذا عملت تراجعت وإذا عملت أسلاك وتوصيلات من الأول، الصرف الصحي، توصيلات الموية، ومش كده بس، حتى عرباتنا الجوالة لقت العناية والصيانة، وفي طبعا جزء أساسي من شغلنا. ده مجهود كبير، شكرا جزيلا لك دكتور. الله يبارك جدا، وما زلنا نتواصل معكم في المساحة دي. معنا الباشمهندس سمو محمد علي، وأكيد تفاصيل ومعلومات أكثر حول العمليات الهندسية لهذا هذه المؤسسة المهمة والكبيرة تحديدا هنا في الخرطوم، بنك الدم السوداني. مرحب بكم تلفزيون النيل الأزرق، حبابكم ألف مرحب بكم وحبابكم في داركم في بنك الدم الذي قام نادي رجال الأعمال بصيانة بنك الدم الذي كان عبارة عن خراب، يعني كانت كل المعامل معطلة، العربات بتاعة صيانة الدم معطلة، الحفلات معطلة، الكهرباء كلها كانت معطلة، الموية، الصرف الصحي. انطلقت الصرخة من داخل بنك الدم من دكتور عبد الوهاب عبد الملك، ولبى نادي رجال الأعمال هذه الصرخة، وكانت ملحمة يعني تاريخية. فحضر كل رجال الأعمال وكونوا لجنة، كنت لي الشرف أن أترأسها، هذه اللجنة الهندسية. الحمد لله قمنا بصيانة كافة المعامل والصالة التي نحن فيها وكل العربات وكل الصرف الصحي والكهرباء وكل الحاجات دي، والحمد لله. شكرا جزيلا، الله يخليك. هو نادي الإعجاز، نادي الإنجاز، نادي المستحيل، نادي التحدي، نادي الأمل، نادي البلد، نادي أولاد البلد، نادي بيشبه سودانيتنا السمحة، نادي بيشبه بلدنا السمحة. أنا والله كل ما أطالع ما يكتبونه في جروباتهم بطمئن إنه البلد دي في خير. نادي رجال وسيدات، أنا ما بقول أعمال، بقول الإعمار والإعمار والإنجاز والمستقبل القادم لهذا البلد الجميل. البلدوزر ظاهر ستيل، هذا الرجل المتفرد صاحب المبادرات، عمنا سر الختم، جراب الراي، وبيد الحكمة، الجميل عوض شبه، الرجل المنظم ومرتب، سموال باشمهندس سموال، الزول ده والله عنده بال طويل وعنده طريقة في إدارة الشغل أنا عجباني جدا. أنا بكون قاعد مع خديجة هناك بقول لي يا أخي عليك الله تعال سوق سموه وندس بيه وشاي، العمال ما قادرين براحة، يعني الرجل يدير العمل بطريقة جميلة. والله يا جماعة نحن في السودان ده في البلد الجميلة دي لو كلنا عملنا بهمة وبحماس بوطنية نادي رجال الأعمار، والله يا جماعة أن إحنا حنبنيه وحنعبر فعلا وليس قولا. إحنا يا جماعة يعني محتاجين كثير والله العظيم. كذلك لا يفوتني أن أرحب بالأخوة شركاء الإدارة القومية لخدمات نقل الدم، منظمة الصدقات، شارع الحوادث، جمعية الشارقة، منظمة أطفال السرطان تداعي، والفعاليات الشبابية المختلفة. يا جماعة تقريبا أبلغ تعبير من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. الدم حياة، الدم حياة، الدم ده الحاجة الوحيدة ما بتلقاها في مصنع ولا في بغالة ولا في، ما في الزول المحتاج دم يا جماعة، ما في غير إنك توفر له الدم. فالدم مسؤولية كبيرة، الدم مسؤولية أكبر من الدولة وأكبر من بنك الدم المركزي. مسؤولية الدم محتاجة تضافر كل الناس، منظمات، شباب، فعاليات، كل الناس يا جماعة
الزول بيجي الدم ده حاجة ما سهلة، وما في زول بيعرف قيمة إنه الدم لما تكون محتاج لجنه إلا يدين. زول جاك هنا عنده أمه أو أخته أو خاله أو عمه محتاج لدم وما لقاه، أو الزول الشغال، يا جماعة الناس الشغالين ديل والله بيعانوا معاناة ما عارفينها، ما معاناة البيئة والظروف ده كله ما شغالين به ولا الحوافز. والله أصعب حاجة أنت قاعد يجيك زول ويقول لك يا أخي أنا داير دم لولدي فصيلة نادرة والثلاجة ما فيها، تقول لي ما عندي. والله لو قريت تعابير الزول ده أنا ما عارف أنت بتمشي لا بتقدر تاكل لا بتستمتع بحياتك مع ما خلاص يعني. عشان كده يا جماعة الدم ده حقه أن إحنا نديه حقه بضمير، يعني إحنا نشتغل في الدم بضمير ونعمل في الدم بضمير. 25/4 التاريخ ده أنا ما منسى والله. 25/4 معمل السيرولوجي اللي هو هذا القسم المختص بتوفير الدم للعمليات الجراحية وللناس المحتاجين دم، في التاريخ ده المعمل ده وقف يا جماعة، بقى ما شغال، بقينا ما قادرين نوفر دم للناس. بعديه طوالي توقف معمل المشتقات، وده كمان قسم حساس جدا، ما اللي بتوفير مشتقات الدم من بلاد موصفايا. يا جماعة الزول اللي عنده سرطان حمان الله وإياكم، جاء طفل عنده سرطان وداير الجرعة ومحتاج لبليتلت أو صفايا الدم، لما تيجي بتقول لي يا أخي والله ما عندنا صفايا، عارفين معناه شنو؟ الطفل الجرعة ما حياخذها ببساطة، يعني الطفل الجرعة ما حياخذها، أبوه ما حيعمل شنو؟ ما عنده حل، ما حاجة بيحلوها بالقروش، بيحلوها بشنو؟ بالوريد. سيف الجامعة زمان لما كان بيغني احنا صغار بنسمعها أي شريان فيك وريدي، كان حقيقة والله، يعني 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 الشريان والوريد هو الحياة. إذا متابعي شاشة قناة النيل الأزرق، متابعي برنامج مشاوير، نكون وصلنا بكم لنهاية حلقتنا من داخل بنك الدم السوداني للملتقى. تقبلوا تحياتي وفريق العمل وفي أمان الله.